رمضان جانا وفرحنا بو وبقاله زمان. رمضان جانا أهلنا رمضان. Hi guys, welcome back to my channel. أهلا بيكم في قناتي على اليوتيوب. أنا روان داش. في البداية عايزة أقول لكم رمضان كريم عليكم جميعا يا رب، وإن شاء الله يكون شهر إن شاء الله يكون شهر حلو وسهل عليكم. وبما أنه رمضان هو أكتر شهر حرفياً في السنة كلها، الناس كلها بمعنى الكلمة بتتشجع على الأكل، أو يمكن بس أنا اللي كده مش عارفة، بس فعلياً كل ما بدخل على التيك توك أو اليوتيوب أو الإنستجرام، الحاجة الوحيدة اللي بتطلع في وشي هي وصفات الأكل الرمضانية. فقررت أنه النهاردة هجرب معاكم وصفات الأكل الغريبة الرمضانية التكتكتية. قبل ما نبدأ الفيديو اكيد عايز اقول لكم ان دي تعليقات النهاردة، فحابة اقول شكرا من كل قلبي على كلامكم اللي يجنن اللي دايما تكتبوه. ولو انتوا كمان حابين ان التعليق بتاعكم يطلع معايا في الفيديو الجاي، كل اللي عليكم تعملوه هو لايك على الفيديو، سبسكرايب لقناتي، وتسيبوا تعليقاتكم تحت. اكتبوا لي كمان تحت في الكومنتس فطرتوا ايه النهاردة، لانه فعلا حابة اعرف. وبس، ودلوقتي خلونا نبدأ الفيديو. So let's go. اوكي يا جماعه، سو هنا قدامي كل الحاجات تقريبا اللي هحتاجها في وصفات النهارده. مش هكدب عليكم ابدا، لكن معظم الوصفات اللي اخترتها كانت وصفات سهله وسريعه، لانه بحس انه في رمضان كلنا عايزين كده نعمل حاجات سريعه وما عندناش وقت كتير، فخلونا نبدا. اوكي، سو اول وصفه عندنا هي وصفه ايس كريم. اتشهر جدا جدا يا جماعه بطريقه فعليا مش طبيعيه هنا في الامارات. كلنا طبعا متعودين على ان الايس كريم بيكون مسكر وحاجه حلوه، بس الايس كريم ده مش كده ابدا. ده ايس كريم باللبن والدقوس والشيبس عمان. يس، الميكس ده ما بين الثلاث حاجات دول مشهور جدا خصوصا في دول الخليج، فعملوا منه ايس كريم. المكان اللي بيبيعوا فيه الايس كريم ده بعيد جدا عني تقريبا ساعه، سو قررت انه انا هعمله بنفسي النهارده. اوكي، وهنا عندي الايس كريم اللي هستخدمه اللي هو عباره عن زبادي مجمد من غير اي طعم، وعندي كمان الدقوس، واهم حاجه اللي هو الشيبس عمان. ودلوقتي هنحط شويه من الدقوس على الايس كريم. اوه ماي جاد، انا مش عارفه ليه بجد، بس حاسه ان هو هيطلع رهيب وهيعجبني، لاني اصلا بعشق الخلطه دي. واخر حاجه هنصب عليه شيبس عمان. جايز، يعني انا قلت هنصب على الايس كريم مش هنصب على الديسك. ونقول بسم الله وناخد معلقه. اوكي يا جماعه، مش هكدب عليكم، لكن انا حاسه بالفشل الشديد، لاني يعني ما حسبتش الموضوع كويس. هو مش وحش بس طعمه غريب. تخيلوا كده طعم ايس كريم بالفانيلا مع شطه وتشيبس. يمكن لو جبته من المكان نفسه هيكون احلى بكتير، الله اعلم، بس ده بصراحه انا هديله 3 من 10، لانه يعني مش احلى حاجه. اوكي يا جماعه، تاني وصفه من الوصفات اللي فعليا لو طلعت وحشه انا هزعل جدا وقلبي هيتكسر، لاني فعليا متحمسه لها قوي. اوكي، سو عندنا الراجل ده اللي جاب شوكولاته وسيحها وخلط معاها المكون السري اللي هو السيريلاك. حط الميكس بتاع الشوكولاته والسيريلاك في قالب وحطهم في الثلاجه، وبعد كده طلعهم وخلطهم تاني مع باودر السيريلاك. انا عارفه ان في ناس كتير بتعشق حاجه اسمها سيريلاك، انا من الناس على فكره اللي عمري في حياتي ما جربته، سو خلونا نجرب. فهنا عندي السيريلاك والشوكولاته اللي هسيحها. اوكي، وهنا عندي الشوكليت وهي سايحه، ودلوقتي هصب عليها شويه من الباودر بتاع السيريلاك. اوه ريحته حلوه. اوكي، خلونا نحط شوية هنا ونبدأ نقلب. واو، ودلوقتي هحط الميكس في العلبة الصغيرة دي وعلى التلاجة. على فكرة العلبة الصغيرة دي المفروض ان هي تكون للأكل بتاع آدم ابن أختي الصغير، فبسمة لو بتتفرج على الفيديو ده انا بجد اسفة، بس ما لقيتش حاجة غير علبة ابنك. وخلونا دلوقتي نروح نحطها في التلاجة. A few moments later. اوكي، اعتقد ان انا جبت العيد شويه، لانه مش عارفه لو هقدر اطلعها من المكعب ده ولا لا. اوكي، وهو ده بقى شكلها في الاخر، بصراحه شكلها يجنن، فخلونا ندوق. طعمها بالنسبه لي حلو بس مش واو، يعني مش اللي هو كل يوم هروح اعملها. طعم السيريلاك مش باين فيها تماما، يعني تحسوا ان هي شوكولاته عاديه بالكورن فليكس مثلا، ده غير ان هي بتلزق في السنان ودي
قد ايه بكره لما حاجه تلزق في اسناني. اوكي يا جماعه، الوصفه اللي عندنا بعد كده تعتبر حاله تكلوف رمضان بعد الفطار، فهي هنا جابت المولتو. للاسف هنا في الامارات ما عندناش مولتو، بس المولتو هو عباره عن كرواسون بالشوكولاته وحطيته على النار مع حليب، وفوقه حطت قشطه وحليب مكثف محلى او حليب محلى مكثف، المهم، وسبته شويه على النار لحد ما الكرواسون اتشرب كل الميكس وبقى كده طري وشكله يجنن. فخلونا نجرب. او نسيت الحليب، لحظه هبدا الاول اني اقطع الكرواسون لحتت صغيره زي ما هي كانت عامله في الفيديو، ودلوقتي احطهم جوه الطاسه الصغيره دي. بصراحه استخدمت اصغر طاسه عندي لانه قلت يعني لو الوصفه ما طلعتش حلوه فبلاش اكتر. اوكي، ودلوقتي هنصب شويه حليب، دايما لازم اوقع دايما، وهنحط شويه قشطه. انا نسيت اجيب معلقه سو، هحط قشطه بالسكينه عادي جدا. احنا في رمضان بس انا قاعده بجيب العيد حاليا. واخر حاجه هحطها هو الحليب المكثف المحلى. كده الخليط بتاعنا يكون جاهز، فخلونا مع بعض نروح نحطه على النار. اوكي يا جماعه، هو ده شكل الوصفه دي بعد ما استوت. انا بس حطيتها على النار حرفيا دقيقتين واوريدي استوت. شكلها يجنن وكمان ريحتها حلوه جدا، سو خلونا نجربها. جايز ريحتها تجنن بصراحه، ريحتها كده شوكولاته مع حليب، مش عارفه ليه بس حاسه ان الخلطه دي اتحولت لام علي قوي في الشكل والريحه. لحظه، مش قادره احدد انا حباها ولا لا، خلوني اجربها تاني. اوكي بصراحه يا جماعه طعمها رهيب، انا حبيتها جدا، فكرتني قوي بام علي. عارفين الطعم اللي هو بيبقى كده سخن ودافي ومسكر وحلو قوي؟ دي من الحاجات اللي فعلا انصحكم تجربوها، وانا هديها 9 من 10. فدي هخليها على جنب وهاكلها بعدين، ودلوقتي خلونا ننتقل للوصفه اللي بعد كده. اوكي يا جماعه، الوصفه اللي عندنا بعد كده هي وصفه مشروب لرمضان. كنت شايفه الوصفه دي على التيك توك بس للاسف ما سيفتش الفيديو عندي والفيديو راح، بس انا لسه فاكره المكونات الحمد لله. فاول مكون هنحتاجه في الوصفه دي هو البيبسي، وتاني حاجه هنحتاجها هي السبنة. احب اقول لكم انه كان هيترزع في وشي. واخر حاجه هنحتاجها هو البرتقال او السفندي، واكيد كمان هنحتاج كوبايه علشان نحط فيها المشروب. اول حاجه هعملها هي اني هقشر السفندي وهحط شويه في الكوبايه، ودلوقتي هنصب شويه من السفن اب وشويه من البيبسي. او ماي جاد، بيني وبينكم انا مش عارفه ازاي طعم البيبسي هيكون مع طعم السفن دي، بس البنت اللي عملت الخلطه دي قالت ان طعمهم يجنن مع بعض، سو خلونا نجرب. عارفين دواء الكحة اللي كنا بنشربه احنا اطفال لما يجيلنا سخونية؟ نفس الطعم، 0 من 10. حاسة ان انا لا هرجع بجد. السفندي يتاكل لوحده والبيبسي يتشرب لوحده، مع بعض لا. الوصفة اللي عندنا بعد كده هي وصفة باستخدام التوست والشوكولاتة والمارشميلو. فزي ما انتم شايفين خدت التوست وحطت عليه زبدة، وبعد كده حطت عليه شوكولاتة، وفوقه حطت مارشميلو. الميكس خطير، فخلونا نجرب. وهنا عندي كيس المارشميلو، اعملوا نفسكم مش شايفين ان انا اوريدي فتحته وخدت منه واحده قبل الفيديو. اوكي، فاول حاجه هجيب التوست وهدهن عليه شويه زبده. اوكي، وبعد كده هحط دلوقتي حتت من الشوكليت فوق التوست، واخر حاجه هحط المارشميلو. اوكي، وهو ده بقى شكل التوست في الاخر. سو دلوقتي هروح ادخلها في الميكروويف وارجع لكم تاني. A few inches later. يا جماعة شايفين المنظر؟ احب اقول لكم ان التوست اللي كان هنا اختفى. سخنة. اوكي، اعتقد ان الطريقة الوحيدة اني اكل بيها الشيء ده هو بالمعلقة. يا ريتني استخرت قبل ما اعمل الوصفه دي، ممكن كانت تظبط معايا لو حطيتها لوقت اقل في المايكروويف، لكن بصراحه انا ما عجبتنيش خالص. حاسه ان انا بقالي 3 سنين قاعده بجرب وصفات رمضان، سو الوصفه اللي جايه دي هتكون الوصفه الاخيره، لان الساعه بقت 3 بالليل والفجر هيدا.
والوصفة اللي بعد كده هتكون وصفة سمبوسة او حشوة سمبوسة، وانا بعشق السمبوسة، انا ملكة السمبوسة يا جماعة. وصفة السمبوسة دي سهلة جدا وبسيطة، وهي عبارة عن جبنة كيري مع شيبس عمان. اوكي، هنا عندي شريحة واحدة من السمبوسة، بصراحة قررت اعمل واحدة بس لاني مش فايقة ابدا اقلي دلوقتي والساعة 3 بالليل. الاول هنحط الجبنة عادي جدا جوه السمبوسة، وبعد كده هاخد شيبس عمان اللي كنت مكسرة قبل كده وهحط شوية في السمبوسة، ودلوقتي هبدأ ألفها. الله عليا، وانا ست بيت يا جماعة، والله العظيم ست بيت ولا مش ست بيت، والله من كتر ما انا مكسلة روح اقليها حاسة ان انا عايزة اكلها كده وخلاص. اوكي يا جماعة، وهنا عندي السمبوسة بعد ما استوت، رهيبة 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 رهيبة. من الاخر الوصفة الاخيرة دي روعة، انا شخصيا عجبتني جدا وهديها 10 من 10. وبس جايز، كده نكون وصلنا لنهاية فيديو النهاردة، اتمنى من كل قلبي يكون عجبكم، واكتبوا لي تحت في الكومنتس ايه اكتر وصفة حبيتوها وهتجربوها. الفجر هيبدا كمان 5 دقايق، فهجري دلوقتي واروح اشرب مية، بس عايزة اقول لكم قبل ما تقفلوا الفيديو ده اعملوا لايك واعملوا سبسكرايب لقناتي علشان عائلتنا تكبر. ودلوقتي عايزة اقول لكم ثانك يو سو ماتش فور واتشنج، بحبكم قد الدنيا كلها، وان شاء الله اشوفكم في كل الفيديوهات الجاية. باي جايز.